السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل موقع بالنسبة لي في الكورسات هو موقع كورسيا، وده الأسباب. أول حاجة إن اللي بيعملوها دكاترة في الجامعة أو ناس بروفيشنال جدا، يعني في كورس مثلا بايثون كان اللي عامله هو اللي اخترع البايثون، تمام؟ فبتلاقي كورسات في جميع الجامعات ومنهم جامعات عربية، وبتلاقي محتوى قوي جدا، وبتلاقي بعد كل محتوى أسئلة عشان تتأكد إن أنت فهمت الكورس ولا لأ، والشهادة بتاعته قوية. وعلى فكرة الشهادات ممكن تكون معتمدة جدا، لأن الامتحان بيكون في البيت، هتكون لها قيمتها لما يكون الامتحان في مركز معتمد ويكون في تأكيد إن مفيش غش وكده. لكن برضه هو مؤشر إن أنت بتطور نفسك، إن أنت مهتم إن أنت تعرف إيه الجديد في المجال. فكويس جدا إن أنت تكتب الكورسات اللي أنت بتاخدها من كورسيرا أو من بقية المواقع اللي إحنا هنشوفها مع بعض، ده هيقوي السي في بتاعك. زائد إن المعلومات نفسها، دي كورسات أنا شغال فيها ان بروجريس، واوريكم الكورسات اللي هي الكومبليت، تمام؟ الحمد لله خلصت كتير جدا واخدت الشهادات بتاعتهم. تعال نشوف الشهادة، مثلا كل واحدة فيهم اسم الجامعة، هوت اسم الكورس واسم الجامعة، وتقدر ان انت ترجع للمحتوى. هوريكم الشهادة بتاعت احد الكورسات، تمام؟ مثلا ماشين ليرنينج فور اول، هقول له انا عايز اشوف الشهاده، فبتفتح لك تقدر تعمل لها داونلود. خلينا نعمل لها داونلود، وتقدر تشيرها على الفيسبوك او لينكد ان او تويتر او واتساب. فدي طبعا بقوي السي في بتاعك. الراجل ما شاء الله اتخرج وبطل ياخد كورسات، واقف في مكانه ما عرفش حاجه بعد الكورس، ولا حد عمال يطور نفسه. دي شهاده من جامعه في لندن، يونيفرستي اوف لندن. في حاجات تانية من امريكا، في حاجات تانية من ماليزيا، في حاجات تانية من السعوديه، في دول العالم كلها هتلاقي عامله كورسات. تقدر تعملها داونلود وبي دي اف وتحولها لصوره، وشهاده معتمده. يعني الناس بتفضل بيطور نفسه واللي كل شويه يتعلم حاجه جديده. طيب الكورسات هنا بفلوس؟ اه بفلوس، اغلبها بفلوس. في كورسات ببلاش، لكن احنا هنتكلم ازاي تاخد كورس يعجبك وتاخده ببلاش. انا واخد كورسات كتيره جدا، تقريبا مش فاكر ان انا اشتريت كورس، يعني بس نادرا لما بشتري كورس، تمام؟ طيب خلينا مثلا نقول ان احنا عايزين كورس مثلا في الداتا اناليتكس، ازاي نحصل عليه ببلاش؟ انت عندك ميزه ان انت ممكن تكون عايش في دوله عربيه، او اول ما بشوف اسامي بعض الدول العربيه كده بدون تلميحات بيديك المساعده. طيب خلينا نشوف الكورس دوت. واكبر شركات في العالم زي مايكروسوفت واي بي ام وجوجل حاطه كورسات بتاعتها، تمام؟ ممكن تقول له اه خلاص، ده بيقول لك انرول فور فري، خلاص انت بتسجل رسمي. احنا هنشوف بقى موقع يكون كورس يكون بفلوس، ونبدا ان هو نشوفه. هنا بيقول لك ليك 7 ايام تخلص في الكورس. ممكن تختار ان عايز كورس بالعربي، لا اما يديك كورس بالعربي، لا اما الكورس في حد ترجمه للعربي. وكويس جدا ان احنا نتعاون معاهم، ولو لغتك كويسه تقدر انت تترجم معاهم للعربي، تتطوع في ان انت تترجم، تمام؟ طيب خلينا نشوف مثلا كورس زي دوت. شايف الكلمه دي الاف الفاينانشال ايد افيلابل؟ ده معناها ان انت تقدر تاخد منحه وتاخد الكورس ببلاش. كل اللي مطلوب منك تختار الكورس، انهي كورس فيهم. هتروح الابلكيشن، تمام؟ هتقول له انا عايز اتعلم، ده الدخل بتاعك قد ايه، الفول تايم، ده الادوكيشن بتاعك، انت الشهاده بتاعتك اللي حصل عليها ايه، هنا الدخل السنوي، هنا انت شغال فول تايم ولا بارت تايم، وهنا ليه انت مهتم بالكورس دوت. فاقول له انا قريت الكورس وكذا. طيب هنا بيقول لي انت تقدر تدفع قد ايه، انت ممكن تخليها صفر، ولو عايز تدفع ادفع، تمام؟ انا خليها صفر. طيب الكورس ده هيحقق هدفك ازاي؟ اكتب اللي انت عايزه. انا بكتب اللي انا عايزه وبكتب بصراحه وباخدها، تمام؟ وعلم بقى على هنا وعلم على هنا، وهنا اكتب اي اجري ذا تيرمز اباف، وعلم اي ام نوت روبوت، وقول له ريفيو. خلاص بيبعته وبيرد عليك في خلال اسبوعين ان انت تقدر تاخد الكورس ده ببلاش. الكورسات بتاعتهم ممتازه جدا، حاجات رهيبه. ده مثلا في حاجات، في شهاده مثلا لسه واخدها اناليسيس داتا يوزنج بابلت تيبل بين فاونديشن، في ماشين ليرنينج، في حاجات خاصه بال يعني الذكاء الاصطناعي. في شهاده لسه واخدها برضو اهي على انترو تو اي ار في ار ام ار،
نسيت الذكاء الصناعي، دي كورسات اللي انا حاصل عليها، ودي الحاجات اللي هي بتاعت منحة. لكن نصيحة، ما تحاولش تشتري في اكتر من كورس، تمام؟ يعني اشتري في كورس خلصه وخش في التاني، خلصه وخش في التاني، وهكذا، تمام؟ لان التشتت هيخليك ايه، كانك بتجري ورا ارنبين فمش لاحق خالص. فركز على واحد بس.